يعني الأبرز ليس الجديد، الأبرز هنا داخل معرض إيدكس هو المشاركة الإيجابية والتوافد الكبير على جميع الأجنحة داخل هذا المعرض، ولكن بالأخص الجناح المصري الذي يشهد إقبالا كبيرا وإشادات واستحسان من جميع الوفود العسكرية الرسمية وأيضا وكالات الأنباء العالمية التي تتابع معرض إيدكس. هناك إقبال كبير على الجناح المصري بما له من معدات وأحدث النظم التسليح في العالم، وهي ما تقدمه مصر خلال هذا المعرض وما تميزت به مصر، وهو ما نال استحسان وإشادات كبيرة من الوفود التي شاركت داخل أروقة هذا المعرض. إذا ما تحدثنا عن الوضع العام هنا داخل المعرض، فهناك إقبال كبير كما ذكرت، ومن المنتظر أن يتجاوز عدد الحضور داخل معرض إيدكس ما يزيد عن 30,000 زائر، خاصة أن هناك 400 عارض داخل هذا المعرض من 42 دولة. وللتعرف على المشهد وأبرز الأحداث وهي التي ذكرتها، المنتجات المصرية التي تلقى إقبالا كبيرا، نشرف بأن يكون معنا المهندس عبد الرحمن عبد العظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع من داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع. باشمهندس بنرحب بحضرتك معنا في البداية. أهلا بيك فندم، أهلا بحضرتك. باشمهندس، يعني لو تعرفنا من حضرتك على أهم وأبرز ما تقدمه الهيئة العربية للتصنيع خلال معرض إيدكس. والله الهيئة العربية للتصنيع بتعمل من خلال استراتيجية معينة وبتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. استراتيجيتنا هي توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والتركيز على إنتاج احتياجات القوات المسلحة المصرية، وذلك لامتلاك القدرة زي ما السيد الرئيس قال امتلاك القدرة. احنا بنشتغل في مجالات عديدة، في مجالات صناعة الطائرات، مجالات الإلكترونيات، في مجالات الصواريخ والمغزوفات، في مجالات العربيات المدرعة وعربيات الدفع الرباعي. عندنا في المعرض النهاردة معروضات ومنتجات جديدة متعددة، يعني ممكن نقول مش أبرزها بعضها. يعني أول حاجة اللي قدام حضرتك هنا الطائرة نوت. الطائرة نوت دي طائرة بدون طيار. الطائرة نوت دي صنعت بأيدي مصرية وعقول مصرية 100%، صنعت في الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية، وده الإصدار الأول من الطائرة، وإن شاء الله هيبقى في إصدار بعد كده الثاني والثالث لزيادة إمكانات الطائرة وزيادة قدراتها واستعمالها. وكمان عندنا منظومة حراسة الحدود أو مراقبة الحدود. المنظومة دي مهمة جدا لمصر لأن حدود مصر كبيرة جدا. المنظومة دي بتراقب الحدود بالنهار وبالليل من خلال جهاز رادار أرضي ومن خلال كاميرا رؤية ليلية وكاميرا نقل نهارية لتسرب أو تسلل سواء فرد أو معدة أو عربية، وبقدر من خلال المنظومة دي أميز الفرد تمييز أكن مصوره، وأميز العربية وممكن أجيب رقم العربية لو ليها رقم. وبتوجه عناصر حرس الحدود على هؤلاء المتسللين للقبض عليهم. باشمهندس، يعني لو اتكلمنا مع حضرتك عن اهم الشراكات التي تم توقيعها بين الهيئه العربيه للتصنيع والوفود الرسميه، خاصه وان هناك العديد من وزراء الدفاع والوفود العسكريه الرسميه التي زارت جناح الهيئه خلال الايام الثلاث الماضيه. والله الموضوع ده معرض السلاح الاول في المصري ايدكس في 2018 كان اول معرض لينا، وتم بنجاح باهر أبهر العالم كله، وكان متميز رغم اللي هو المعرض الأول. ده أدى إن المعرض الثاني الإصدار الثاني 2021 بقى فيه زخم كبير جدا سواء للعارضين أو سواء للزوار من الدول الأفريقية والدول العربية والدول الأوروبية ومختلف دول العالم عشان يشوفوا إحنا وصلنا لإيه في الصناعات الدفاعية. وكل دولة بتعرض منتجها، بتتسابق عشان تعرض منتجها، لان المعرض اصبح مميز واصبح جذاب لناس كتيرة. واحنا خلال المعرض زرنا وزراء دفاع كتير سواء افارقة او عرب، وزرنا شركات ومسؤولين حكوميين اوروبيين على مستوى العالم كله صراحة، وكان في جلسات مباحثات جامده جدا في التصنيع، وعاوزين مشاركه سواء مشاركه في التصنيع او عاوزين يتعاقدوا على شراء المنتجات اللي شايفينها قدامهم اللي عجبتهم وبيسالوا على الامكانيات بتاعتها. طبعا كان حاجه مميزه وحاجه فخر لمصر صراحه. شكرا جدا لحضرتك يا باشمهندس. شكرا فندم، متشكرين.
إذن هي رسالة مصرية بأيادي مصرية وبعقول مصرية وصناعات مصرية خالصة. مصر توجه رسالة من خلال هذا المعرض بأنها قادرة على امتلاك القوة، وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى مصر إليه بالتنسيق مع كافة الدول المشاركة، وهو أيضا معرض يحمل اسم الدفاعات المشتركة. إذن هو هدف وسعي بارز للسلام. رسالة السلام تنطلق من معرض إيدكس الذي يشهد إقبالا كبيرا كما ذكرت. نقطة أخيرة أود الإشارة إليها وهي الشراكات التي تم توقيعها. هناك الكثير من الدول والوفود المشاركة التي أبرمت بالفعل عديد من الاتفاقات والبروتوكولات والشراكات مع الجانب المصري، وذلك نظرا لما تمتلكه مصر من أحدث نظم التسليح المقدمة والمعروضة خلال هذا المعرض في الأجنحة في الجناح المصري، وهو ما أثنى عليه الجميع. هناك أيضا نظرات الإعجاب الموجودة لدى وكالات الأنباء العالمية التي تشارك، وأيضا الوفود الرسمية، وهي النقطة التي نود إبرازها خلال الأيام الثلاث الماضية. هذا أيضا بالإضافة إلى الإقبال الكبير في كافة أرجاء معرض إيدكس. شكرا لك مصطفى عبد الفتاح مراسل النيل، كنت معنا مباشرة من مركز المنارة حيث معرض إيدكس 2021. نشرتنا مستمرة معكم مشاهدينا بعد فاصل قصير.